يا سامي ترجع لينا ولا سامي ترجع لينا. مسيرة عمالية اللي قررتها النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز الموضوع في طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واللي انطلقت من داخل المعمل، معمل لسامير، ووصلت حتى الشارع الطريق الرئيسية الساحلية ديال محمدية الدار البيضاء. انتم كتشوفوا الانزال الامني الرهيب اللي ربما كان تتوقع بانه هذه المسيره هذه ما غاديش توقف حتى تخترق جميع الشوارع ديال المدينه المحمديه، ولا علم الله ولا تمشي للدار البيضاء. هذه مسيره سلميه اللي كانت مناسبه باش نذكروا بجوج ديال الحوايج، او الحاجه الاولى هي الوضعيه ديال العمال، ديال الشغيله ديال حوالي ما يزيد على 500 ديال العاملات والعمال ديال سامير، اللي الوضع ديالهم اليوم مطروح عليه اكبر من علامه استفهام، عمال اللي كيتقاضوا ما حوالي 60% من الاجور ديالهم، دونك تيضيعوا ضايعين في واحد حوالي 40% من الاجور ديالهم بسبب توقف ديال الانتاج للسنه السابعه التوالي. هذا الشيء كيأثر حتى على الصناديق ديال التقاعد، يقتطع العمال من اجورهم لفائده الصناديق، ولكن الاموال المقتطعه لا تدع بالصناديق. وهذه المساله هذه كذلك تسائل هذه الصناديق وتسائل العديد من الجهات المسؤوله في هذه البلاد. المساله الثانيه هي الوضعيه ديال هذه الشركه هذه بالنسبه للاقتصاد الوطني، بالنسبه للاقتصاد المحلي، بالنسبه للمدينه المحمديه، وبالنسبه كذلك البلاد ككل. هذه مقاوله وطنيه عندها دور كبير في الامن الطاقي ديال البلاد. الوطنيين الاوائل اللي بنوا هذه المعلمه هذه، عبد الرحيم بوعبيد وابراهيم السرفاتي وواحد العدد ديال الحبابي وكذا، واحد العدد ديال وعبد الله ابراهيم في الحكومه ديال عبد الله ابراهيم الله يرحمه، هاد الناس هادو فاش عملوا هذه المعلمه هذه وعملوها بنيه ديال انه يامنوا الامن الطاقي ديال البلاد ديالنا اللي اليوم في مهب الريح بسبب اننا ولينا كلشي كنستوردوه. ناهيك على انه لو كانت هذه المقاوله خدامه كيف ما حسابيا كان غادي يكون الثمن ديال اللتر ديال البترول ديال المازوت ولا ديال الغازوال ديال البنزين في البلاد غيكون قل من الثمن اللي كاين الان بما لا يقل على درهم ونص حتى لجوج دراهم. فهذا الفرق هذا الفادح والكبير الى حسبناه على المغاربه كاملين كنأديوه كاملين كمغاربه مجيوبنا، لانه هذه المقابله متوقفه ولانه ما كاينش اراده ديال الحكومه باش تعاود تنطلق هذه المقاوله هذه. الكره في ملعب ديال الحكومه وديال الدوله المغربيه باش تعاود تنطلق هذه المقاوله هذه لهذه الاعتبارات كلها.